إن هناك قوما يتنكبون عن الصراط ويسقطون فيه، كما قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فيأتي أحدهم يمر على الصراط، كل من قال لا إله إلا الله يعطى من النور على قدر إيمان، والجميع متجهون إلى الصراط، فجأة يطفأ نور أقوام عياذا بالله، فيكونون في الظلمات، نورهم الذي يستضيئون به يطفأ فجأة، والآخرون سبقوهم الذين معهم أنوار وهم أهل الإيمان الحق، أما الذين طفئت أنوارهم فهم أهل النفاق. فينادي أهل النفاق أهل الإيمان الحق قائلين لهم: انظرونا، أي انتظرونا وأمهلونا، لماذا نقتبس من نوركم؟ نستضيء بالنور الذي معكم فنورنا قد طفئ، انظرونا نقتبس من نوركم. فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إلى حيث كانت تقسم الأنوار فابحثوا عن نور جديد وأتوا به يضيء لكم. فيرجعون إلى حيث كانت الأنوار تقسم، إلى حيث كانت الأنوار تقسم، فلا يجدون شيئا، وهي الخدعة التي خدعهم الله بها. إذ الله قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هي من الخدع التي يخدعون بها. فإذا ذهبوا إلى حيث كانت الأنوار تقسم ولم يجدوا نورا، رجعوا مسرعين إلى أهل الإيمان حتى يستضيئوا بنورهم، فيضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، انتظرتم المصائب بأهل الإيمان، وارتبتم، شككتم في البعث، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، أي خدعكم بالله الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.